فندت ملكة جمال الجزائر وحيدة قروج الأخبار المتداولة حول سجنها، وكشفت منذ قليل في ستوري لها على منصة انستغرام أن خبر الحكم عليها بالسجن لمدة 8 سنوات هي أخبار لا أساس لها من الصحة، وأن قناة النهار هي من تعمدت نشر هذه الأخبار الزائفة من أجل صنع ما يسمى بالبوز، كما توعدت أيضاً برد قاس لقناة النهار. كاش وحده يحكموا عليها 8 سنين حبس يرجعوا لها طوموبيلتها؟ كاش وحده يحكموا عليها بالحبس النافذ وراهي برا؟ عندي معكم لي ستوري. Thank you.